نبارك للسيدات الأعمال وسيدات السعوديات مبدعات بفوزهم على جائزة سيدتي للتميز. المرأة السعودية أثبتت وجودها كثيرا في السنوات الأخيرة، أن المرأة السعودية عندها قدرة على التحدي وقدرة على القيام بعملها ببراعة تامة. نتمنى لهم التوفيق وألف ألف مبروك. المرأة السعودية خلال السنوات السابقة حققت الكثير من الإنجازات، فهي في مجلس الشورى، وهي أستاذة جامعية، وهي في مجال الإعلام إعلامية مرموقة، وهذا يعطيهم يعني ما شاء الله السبب على تميزهم في أخذ الجائزة يعني، وأنا أهنيهم مرة ثانية إن شاء الله.